الراديو 90-90 هواها مصر. هكلمكم النهاردة عن الفنان محمد أسامة. هتقولي مين محمد أسامة ده؟ هقولكوا أسس. النهاردة أعتقد صفحته على إنستغرام وصلت حوالي 1,000,000 متابع، وده رقم كبير مش صغير برضو. فعايز أعرف إيه الحكاية بتاعت الموضوع 1,000,000 ده، عشان كده معايا أسس. إيه أسس الكلام الكبير ده؟ فيها يا جدعان طبعا تقول مليون يا أسس. طب تهزر تديني ولا ايه؟ في اه رسمي. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ومبروك على صد رد. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ومبروك على المليون. جبتهم ازاي دول؟ دفعت فلوس فيهم يا أسس ولا ايه؟ والله العظيم ولا بعمل اي حاجه، الحمد لله حب الناس. الحمد لله ربنا يحبب فيك خلو. ربنا بيحبه وبيحبب فيه خلو. ربنا يخليك. قولي يا أسس، ايه موضوع صد رد ده؟ طالعين فعلا انتوا الثلاثه، انت وعبد الرحمن وكده؟ انا وعبد الرحمن وربيع يعني. كان معايا اول امبارح بيقول لي بصي احنا ثلاثه ما بنفهمش اي حاجه في اي حاجه. طبيعي يعني. لا ده انت جميل يا أسس والله. ربنا يخليك. قولي يا أسس، حضرته للمسلسل اول ما قريته الورق كنتوا حاسين بيه؟ بصوا يعني الفكره دي كانت فكرتنا احنا، بعد كده كتبها اكتر من حد لحد ما وصلنا لمحمد صلاح العزب. هو اللي فهم الفكره بتاعتنا وكتبها بطريقه صح. الحمد لله من ساعتها مثلا بقى لنا بتاع سنه شغالين عليها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مليون وبعدين بطوله مطلقه، فحاجه زي الفل. الحمد لله الحمد لله، الدنيا جميله الحمد لله. ما شاء الله عليك بجد. يا رب يا رب ان شاء الله نعمل مسلسل يعجب الناس، الناس تتبسط في رمضان وتضحك. الحقيقه من المسلسلات اللي انا مستنياها بفارغ الصبر، يعني الواحد عايز يضحك شويه. ف يا رب ان شاء يا رب. الله ان شاء الله بجد تكونوا عند حسن ظننا ودايما تبدعوا في الاعمال اللي بتختاروها. ربنا يخليك. قولي مشارك في حاجه تانية يا أسس ولا هو ده بس في رمضان؟ لا لا ده في رمضان، ده مسلسل بتاعنا مركزين فيه، ما بنعملش غيره. ومسرح مصر هتبتدوا من اول يوم العيد؟ اول يوم العيد ان شاء الله هنعرض المسرح او المسرحيه ان شاء الله. في اول يوم العيد. اسمها ايه؟ يعني. والله لسه مع بروفا ان شاء الله يوم الوقفه. ده ايه ده؟ هتلحقوا يوم الوقفه ونعرض اول يوم العيد؟ انتوا بتهزروا؟ والله العظيم يعني الجنرال والبروفات كلها في يوم واحد؟ في يوم واحد هنروح نقعد بقى 94 ساعة في اليوم ده ونعمل المسرحية. ده مش عايزين ملقن واحد، ده انتوا عايزين 20 ملقن. ربنا يستر بقى. قولي التذاكر نزلت ولا لا؟ في ناس كتير بيسألوني التذاكر بتاعة المسرح نزلت ولا لسه ما نزلتش؟ لا بصي انا معرفش والله حاجة عن التيكت وكده، بس هي ان شاء الله تقريبا اللي سمعته انها من اول نص رمضان هيبتدي تنزل في السوق، الناس تلاقيها باذن الله من نفس الاماكن اللي بيشتروها منها، اللي من هو على الانترنت الأماكن. او من المكتبة اللي بيجيبوها منها. ايوه زي الفل. شفت بقى انا عارفة كل حاجة اهو. ذاكرة بقى. طب السينما اخبارها ايه يا أسس؟ يعني انت مقصر برضو في السينما على فكرة. لا والله السينما هو الحمد لله لسه عاملين حسن وبولس بالرغم. ايوه لا بعد كده يعني الحمد لله. لا حلوه اللي فاتت دي، ارجع لي خطوه لورا. يعني الحمد لله بالرغم انه اتسرق، بس يعني حقق رقم كويس. باذن الله مركزين يعني الخطوه اللي جايه تبقى في السينما شكلها عامل ازاي. بس يعني بنشوف اخطائنا في ايه، اللي غلطنا فيه بحيث ان احنا ما نكرروش يعني باذن الله. بتعملوا ورشه مع بعض يعني؟ بتقعدوا تتكلموا مع بعض يا جماعه الحته دي ما كانتش حلوه، الحته دي حلوه، ولا كل واحد بيفكر من نفسه؟ لا 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 خالص، ده احنا الثلاثه ما ينفعش نطلع حاجه غير واحنا مستريحين لها جدا. احنا الثلاثه، انتوا ثلاثه اقرب ثلاثه لبعض. الحمد لله. تعرفوا بعض من قد ايه يا أسس؟ من اول الجامعه يعني سنه 2005 2006 كده. طبعا انتوا يعني مبسوطين بالسنه دي جدا. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمنا واحنا كلنا تعبنا مع بعض، والحمد لله يعني ربنا يعني الحمد لله يعني ما بيضيعش مجهود حد كده. ما بيضيعش مجهود حد الحمد لله يعني. بص انا دايما مقتنع بالكل مجتهد النصيب، وانتوا تستاهلوا كل خير عشان انتوا متميزين وبتتعبوا وبتشقوا وبتحبوا شغلكم ومحترمين. فانا بجد بشكرك لوجودك معايا أسس، وان شاء الله تكسر الدنيا. وعقبال المليون الثانيه ما اكلمك بقى ما نشوف بتجيب الملايين دي منين. ربنا يخليك ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان يبقى حلو علينا كلنا باذن الله. يا رب امين. ماشي يا أسس، باي باي. باي باي. كان معايا الفنان الجميل محمد أسامة أسس، أو الشهير بأسس. وطلبتوا مني عسيلي، تعالوا نروح نسمع مجنونة وارجع لكم مرة تانية. لسه مكملين مع بعض راديو سكوب على الراديو 90-90.